أعلنت كتائب القسام أنها قصفت من جديد عددا من المواقع في تل أبيب وضواحيها ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. وأفادت أنباء بوقوع إصابات مباشرة في مستوطنات ريشون لتسيون وبئير يعقوب ورحفوت وشوهم في ضواحي تل أبيب. كما انقطع التيار الكهربائي في مستوطنة رحفوت بعد سقوط صاروخ بها. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت 5 من أصل 6 صواريخ أطلقت من غزة في الرشقة الأخيرة.